طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم في هذه المحاضرة عن علم النفس العام، ونستكمل هنا موضوع الذكاء، ونتحدث في الآن عن الفروق بين الجنسين في الذكاء. يعني إحنا بنختار لكم كما قلت اللي هي المطلوب والشيء المهم، الفروق بين الجنسين في الذكاء. لا توجد فروق دالة بين الجنسين في المستوى الذكاء، يعني ما في فروق بين الذكر والأنثى في الذكاء. وفي المقابل توجد فروق بين الجنسين في القدرات العقلية الخاصة، وهذا مهم، يعني وهذا بيؤكد على الصح والغلط. لاحظوا، تتفوق الإناث في القدرات اللغوية والذاكرة وسرعة الإدراك والتحصيل الدرائي، يعني بتميل البنات إلى القدرة على الحفظ أكثر من الطلاب والتركيز أكثر من الطلاب. يتفوق الذكور في القدرات العددية وإدراك المسافات والقدرات الميكانيكية، الميكانيكية يعني الحل والفك والتركيب. نظرية الذكاء المتعددة، للذكاء 8 أنواع حسب تقييم جاردنر في نظريته، وقد حدد خاصيتين مشتركتين بين جميع أنواع الذكاء الثمانية. إيش هي؟ أنها ليست وراثية فقط بل يمكن اكتسابها وتنميتها، يعني الذكاء ليس وراثي فقط ولكن ممكن أن ينميه وأن يكتسب الفتاة، أنه يمكن تعلمه والتدريب عليها. طيب، هل هناك أنواع للذكاء؟ نعم، هناك أنواع مختلفة للذكاء. في عندنا الذكاء اللفظي، لاحظ، في الذكاء اللفظي يعني اللغة، الذكاء المنطقي الرياضي، المنطق هو الرياضة يعني، أو الرياض يعني، وليست الرياضة بالمفهوم الرياضي الحركي، لا، الرياضة اللي هي الرياضيات. الذكاء الحسي اللي هو الحركي، الذكاء التفاعل الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي هو ذكاء، يعني نسمع يقول لك فلان عنده ذكاء اجتماعي أي أنه يتفاعل مع الآخرين. 5 الذكاء الذاتي وهو الفردي، 6 الذكاء النغمي أو الموسيقي، 7 الذكاء المكاني الصوري، 8 الذكاء الحيوي البيئي. الآن نوضح اللي هو أنواع الذكاء حسب نظرية جاردنر. الذكاء اللفظي اللي هو بين قوسين اللغوي، وهو الحساسية للغة المنطوقة والمكتوبة والقدرة على التعلم اللغات واستخدامها في التعبير عن النفس وعن الأشياء الأخرى، ويتسم بهذا الذكاء الكتاب والشعراء والمحامون والخطباء. يعني ما شاء الله، أحيانا تحس أنه في ناس عندهم قدرة على تعلم اللغات بشكل سريع، سهل جدا يتعلم اللغات. 2 الذكاء المنطقي الرياضي، يعني اللي هو الرياضيات، وهي القدرة على تحليل مشكلات منطقيا، يعني استدلال واستنباط واستقراء وإتمام العمليات الحسابية المعقدة، والقدرة على اللي هو إيش، التقمص أو التقصي والبحث، عفوا، التقصي والبحث العلمي والتعليل والاستنتاج والتفكير الناقد. يعني الإنسان المفكر الناقد هو يميل إلى الذكاء المنطقي والتعليل والاستنتاج، ما بيصدق كل شيء بسهولة. في عندنا الذكاء الحسي والحركي والقدرة على التنسيق والمواءمة بين حركات الجسم من أجل تحقيق أهداف معينة، يعني عنده لياقة بدنية وعنده يعني اتساق حركي مع نفسي. الذكاء التفاعلي وهو الاجتماعي، وهو قدرة الفرد على فهم دوافع ورغبات الآخرين والقدرة على العمل معهم والتأثير فيهم. فلان بيفهم الناس، عنده ذكاء اجتماعي. وعادم يتصل بهذا الذكاء القادة والمعلمون والمرشدون ومندوبو المبيعات، يعني مندوب المبيعات لازم يكون لبلغ مفتح، يعني بيعرف كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يكسب الزبائن، وأهلا وسهلا وتفضلوا وخلي عنك وخليه ومش عارف إيه وهكذا زي البياعين. في الذكاء الذاتي الفردي، وهو قدرة الفرد على فهم نفسية التعرف على أحاسيسه، وقدرة الفرد على التعرف على فهم نفسه والتعرف على أحاسيسه ومخاوفه ودوافعه ورسم نموذج فعلي لشخصيته، والقدرة على الاستفادة من إمكاناته ومعلوماته في تطوير ذاته. يعني هذا الإنسان اللي بيشتغل على ذاته بيفهم أحاسيسه ومخاوفه ودوافعه، يستطيع أن، وهذا هو الذكاء الفردي، يعني اللي يميل إلى الخلاص الفردي والنجاح الفردي. الذكاء الموسيقي أو النغمي، هو القدرة على أداء وتأليف وتقدير النغمات والنبرات والتمييز بينها وتقليدها، يعني في ناس موهوبين سبحان الله يعني في الموسيقى والفن والنغمات والتقليد بشكل كبير.
في الذكاء المكاني اللي هو التصوري، وهو القدرة على تقدير واستخدام المساحات والفراغات زي المهندسين المكانيين. الذكاء الحيوي البيئي والقدرة على التعايش مع البيئة الطبيعية والقدرة على التعرف على الأصناف الطبيعية المختلفة فيها. الآن نتكلم عن شيء مهم أيضا، وهو علاقة الغذاء والذكاء. يعني هل هناك علاقة ما بين الغذاء والذكاء، الطعام الذي نتناوله؟ بنشوف، بنقولوا إنه أحد الأبحاث اللي أشرفت عليه الأمم المتحدة كشف على أن القدرات الذهنية للبشر تقلصت بفعل نقص الفيتامينات الضرورية في أنظمة الغذاء، وأن إضافة فيتامينات رئيسية إلى أغذية الأفراد يبقى الحل الوحيد لتعويض هذا النقص. والدراسة بتقول أن الحل لهذه المشكلة هو تزويد المواد الغذائية بالفيتامينات، مثل إضافة فيتامين الزنك لسوائل الصولة وتحصين زيوت القلي الفيتامين ألف. وأظهرت الدراسة أن نقص هذه الفيتامينات في غذاء الأفراد في الدول النامية يسبب مشاكل صحية، حتى في الدول حيث يأكل الأفراد فيها بشكل كاف، بحسب ما جاء في الدراسة التي نشرت. نقص الحديد يقلل من مستوى ذكاء الأطفال بمعدل 5 إلى 7 نقاط، فيما نقص في مادة اليود يؤدي إلى تراجع معدل الذكاء ب 13 نقطة، حسب ما قاله فانكاتش مانار رئيس مؤسسة كندية تعني بالتغذية وتساهم في تمويل بحوث مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اللي يسموه اليونيسيف. كذلك كشف البحث أن النساء الحوامل اللواتي لا يتناولن حمض الفوليك يلدن أطفالا مشوهين. الغذاء ينمي العقل. المختصون في علم التغذية يقولوا أن القدرات العقلية وذكاء الإنسان يبدأ من العقل، يبدأ من مائدة الطعام، إذ أن الذكاء تحدده عوامل زي ما قلنا وراثية يحافظ على وبيئية يحافظ عليها وينميها الغذاء. طيب، هناك بعض العناصر المهمة وخاصة في مراحل النمو المختلفة اللي نحن لازم نتناولها، وأنا بتحدث هان لأن هذا الموضوع مهم. اليود، اليود يعتبر من أهم المعادن التي تساعد على نمو الجهاز العصبي والعقلي والحفاظ على سلامة الفرد، وله فوائد عديدة في الجسم، فهو يفيد في امتصاص الكربوهيدرات وفي التمثيل الغذائي لفيتامين ألف. ويؤدي نقص اليود إلى تأخر النمو الجسدي والتخلف العقلي والتقليل من القدرة على التحصيل الدراسي والقبول والتعب في زيادة الوزن. شو هي مصادر اليود؟ يوجد في الأسماك البحرية وملح الطعام المدعم باليود. دهون أوميجا 3 فهي أساسية في نمو المخ وتحسين أداءه. الأوميجا 3 مهمة، موجودة في أسماك السردين والمكسرات مثل عين الجمل وزيت كبد وزيت بذور الكتان وحليب الأم، غني بأحماض أوميجا 3. وثبت أن درجة ذكاء الأطفال الذين يتناولون حليب الأم أكبر من الذين يتناولون حليب الصناعي. طبعا في ناس بيقول لك لا أنا ما أشربتش حليب ولكن أنا ذكي، لا، بنقول إنه في هناك شواذ للقواعد. الحبة السوداء، وهي حب على فكرة أوميجا 3 بتقوي المناعة كمان، وخاصة محتاجينها هذه الأيام ومحتاجينها الشباب كمان. حبة السوداء حبة البركة لها أثر في واضح في سلامة المخ وتنشيط خلاياه، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات اللي هي بيسموها القزحة هذه، والأملاح المعدنية والبروتينات وبعض الأحماض الذهنية وغير الذهنية ومضادات للأكسدة، وتحتوي أيضا على مادة الجلوتايون، وهي مهمة في نمو الأطفال بدنيا وذهنيا. الكالسيوم والبوتاسيوم مهم، ويرتبط الذكاء مع الكفاءة العصبية لنقل إشارات من المخ إلى الأعصاب. الكالسيوم والبوتاسيوم من الأملاح المعدنية الضرورية في انتقال الإشارات من المخ إلى الجسم. موجود في خبز القمح اللي هو البر بسموه، والعدس واللوبيا أو اللوبيا والسبانخ والخوخ والمشمش المجفف. البيض، في دكتورة اسمها إليزابيث وارد أستاذة التغذية في جامعة كامبريدج،
أكدت على أهمية البيض في تغذية الأطفال. قالت إن البيض مهم لأنه غني بالكوليسترول والبروتينات والعناصر الغذائية للنمو، مثل مادة الكولين الشبيهة بفيتامين بي، والتي أثبتت الدراسات قدرتها على تحسين التعلم والذاكرة. الحديد والزنك والمغنيسيوم، وهو من المعادن الضرورية لصحة المخ وتنشيط خلاياه والمحافظ على الذاكرة، ويساعد الزنك على التخلص من المعادن الثقيلة كالرصاص. ما هي مصادر الحديد؟ اللي هي اللحوم الحمراء والدجاج والكبد والبقوليات والسردين. طب ما هي مصادر الزنك؟ البحار أغنى مصدر لمعادن الزنك، ونخالة القمح اللي بيسموها الردة، والفول السوداني. مصادر المغنيسيوم البقوليات والسمسم وبذور عباد الشمس والزعتر. المغنيسيوم. بنيجي الآن إلى فيتامين إي. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن فيتامين إي يحمي الأنسجة الدهنية في الدماغ من التلف، وأنه يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ. ويوصف فيتامين إي إلى المتقدمين، يعني الناس الكبار يعطون فيتامين إي الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية للدماغ لتحسين أداء الدورة الدموية. طيب وين بيوجد فيتامين إي؟ يوجد في البقوليات والخضروات وزيت الزيتون، يعني زيت الزيتون مهم، والبقوليات الفول والعدس واللوبيا والبازيلا مهمة هذه، وهي تؤكل في الشتاء. عند إعدادك لطعام أسرتك احرصي على أن يحتوي على كل هذه العناصر الغذائية المهمة للذكاء، بالإضافة إلى وجود الأحماض الأمينية الموجودة في اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، وإلى وجود الأحماض الدهنية كما في زيت الزيتون مهم على فكرة. ولذلك ليكون طعامك مثاليا وصحيا لكافة أفراد أسرتك. نقص فيتامين ألف يعرض بين 25-30% من الأطفال للموت نتيجة الأمراض وضعف المناعة. لذلك لابد أن نحافظ على الغذاء، لأن الغذاء مهم للذكاء، وهو عامل أساسي من عوامل الذكاء. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لكم لهذا اليوم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق.